السلام عليكم الشباب، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد. بالنسبه للفيديو ديال اليوم غادي نوريكم عاوتاني واحد النبذه او لا واحد الجماليه ديال المدينه ديال خانجو. هذه المدينه هذه اللي كاينه حتى هي كتسمى العاصمه ديال البروفانس ديال جوتيان. لافونتاج ديالها انها قريبه حتى هي من شانغاي، وجات في واحد الموقع اللي هو استراتيجي بزاف. هذا الموقع استراتيجي اللي الصراحه اللي كيخليها يعني من بين واحده من اجمل المدن اللي كاينين هنا في الصين. ما غاديش نهضر بزاف، انا خليت تقريبا الفيديو هو اللي غادي يوريكم، ونتمنى هذا الكونسيبت هذا الجديد يكون نال الاعجاب ديالكم. في الفيديو كاين ربما كاين اللي كيجي الموسيقى ربما زايده شويه، دونك غنحاول انني نقص شويه من الموسيقى في الفيديو، ونتمنى ان شاء الله هذا الفيديوهات هذا ولا الشكل ديال الفيديوهات ان شاء الله يكون كاين الاعجاب ديالكم. وتنطلقوا ان شاء الله غالبا غنحاول في هذا السبت او الاحد ندير شي لايف، باش ان شاء الله يعني باش نحد التفاعل في القناه. شحال هذه ما درتش الفيديوهات، دونك بداو سميتو التفاعل بدا كيطيح في القناه، الفيوز بداو كيطيحوا، حاجه اللي هي عاديه، وحيت ما كطلعش ديك النوتيفيكيشن عند الناس، حيت الناس كتكون ربما دايره ابوني وما مفعلينش داك زر الجرس. كاينين بزاف الناس اللي ما كيتوصلوش يعني بداك النوتيفيكاسيون، علاش؟ حيت داك الجرس ما مديريش ليه التفعيل، يعني كيكون عندك واحد الاختيار ديال الجرس، هذاك الجرس الا كانوا فوق منه واحد الشرطات بحال هكا دونك راه غادي يوصلوك النوتيفيكاسيون، الا ما كانوش دونك راه ما غاديش توصل بهم. هذا هو اللي كاين الاخوان، دونك نخليكم مع هذا الفيديو هذا، وخليوا لي التعليقات ديالكم كيفاش جاتكم هذه المدينه هذه ديال خانجو. وكاين فيديو واحد اخر حتى هو اللي جاي مورا هذا اللي غادي تشوفوا فيه تجنيد في الصين، يعني التجنيد في الجامعات كيفاش كيدوزوا التجنيد. هو ماشي تجنيد اجباري، هو على شكل التجنيد الاجباري اللي هو عنده علاقه يعني بهذا في الجامعه فاش كيجيو الطلبه، اللي غادي نحطو ان شاء الله مورا هذا الفيديو هذا. فيديو اللي كنصايب فيه اللي هو توا زوين ان شاء الله، فيه بزاف ديال التفاصيل، فيه بزاف توا ديال المعلومات، وان شاء الله كاينين فيديوهات اخرى توا جايين في الطريق. ما تنساوش لايك الفيديو والاشتراك في القناه، وتحياتي، وتنطلقوا ان شاء الله في فيديو جديد وفرجه ممتعه.
هانتوما الاخوان هذه الاجواء بالليل كيفاش كتكون حالك؟ انا صورت لكم شويه من انا في المدينه ديال خانجو، رجعنا لخانجو من تياسين، رجعنا لخانجو. انا راه طالعه فوق واحد القنطره دابا كنصور لكم. يلا الناس ديال خانجو، الناس اللي توحشوا رجعوا لخانجو. مرحبا بكم في خانجو. هذه هي الضفه الاخرى ديال خانجو، كاين هذا الواد. هذا الواد راه كيف ما قلت لكم كيمشي حتى لشانغاي. هذه هي الضفه الاخرى، دابا راه كيطلعوا فيها العمارات وكيطلعوا فيها، غيكون الستيل ديالها حتى هي بحالها بحال شانغاي. تما راه كاين المركب ديالو. Thank you.